نعود مشاهدينا إلى ملف الحكومة الإسرائيلية، حيث يصوت الكنيست اليوم على منح الثقة للحكومة الجديدة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخليل عبر سكايب عادل شديد، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد عادل، أهلا بك معنا بداية. وفرص اليوم نيل الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة أمام الكنيست. هي لا توجد إشكالية بحول تمريرها وحصولها على ثقة الكنيسة، طالما أنه تحظى بأكثر من 72 عضو كنيسة يشكلون الحكومة من قوائم الليكود وجزء من يمينها والأحزاب الحردية المتزمتين المتدينين سواء الشرقيين أو الغربيين، ثم جماعة كحول لافان و أورلي ليفي أبو كاسيس. حتى ولو تغيب مجموعة من أعضاء الليكود الغير راضين عن تشكيلة الحكومة والذين تم، وهذا ما كنت أقصده سيد عادل، هل سينهي ما سيجري اليوم من تصويت على الحكومة الأزمة السياسية التي استمرت عام ربما في إسرائيل؟ لا، لن تنتهي الأزمة السياسية نهائيا. الأزمات التي أدت إلى إجراء 3 جولات انتخابية تم ترحيلها ولم يتم الاتفاق حولها في البرنامج الحكومي للحكومة الحالية، سواء تجنيد المتدينين أو علاقة الدين بالدولي أو صلاحية محكمة العدل العليا وعزل تأثير اليمين بالكنيسة عليها. بتقديري كل القضايا التي فجرت الأزمة وأدت إلى انتخابات أولى وثانية وثالثة تم ترحيلها مستقبلا، وهذا من شأنه أن يضع احتمالية استمرار الحكومة الحالية لفترة 4 سنوات احتمالية ضعيفة جدا، بمعنى أنه هذه الألغام التي فجرت الحالة السياسية في إسرائيل بالعام ونصف الماضي لا زالت موجودة، وفي لحظة ما ستكون إسرائيل بحاجة للبت بها، وبالتالي من الممكن أن تؤدي إلى تفجير الأمور. أعتقد أنه نتنياهو لم يكن معنيا اليوم بالذهاب للكنيسة للمصادقة على الحكومة، طالما أن هنالك إشكالية عميقة داخل الحكومة. وهنا السؤال الكبير الذي يطرح، كيف سيتعامل نتنياهو مع المعارضين له في الليكود، وأيضا على صعيد آخر بيني غانتس مع المعارضين لهذا الاتفاق من تحالف كحول لافان؟ يعني غانتس لا يمكن مواجهة ذلك. غانتس يعني ضمن خياراته كان أفضل خيار له الذهاب باتجاه الشراكة بالحكومة، وبالتالي لا أعتقد أنه سيشكل لاعب مركزي بالحكومة بالفترة القادمة. نتنياهو استطاع أن يكسر غانتس ويضعف غانتس قبل تشكيل الحكومة، بالتالي سيكون دوره هامشي جدا بالحكومة. ولكن الأهم بالموضوع هو كيفية تصرف وتعاطي نتنياهو مع رؤوس حزب الليكود الذين تم استثنائهم، وخاصة جدعون ساعر السياسي الخبير صاحب التجربة الكبيرة والذي شكل خصما قويا لنتنياهو بفترة ما، ثم أبي دختر ثم بيني بيجن. أعتقد أنه استثناء هذه القيادات الوازنة والمهمة والمؤثرة وخاصة جدعون ساعر الذي حصل على الترتيب الخامس من أهم 5 قيادات في إسرائيل، ثم أبي دختر الذي حصل على الترتيب العاشر، أعتقد أنه هذا الموضوع قد يشكل يعني كوتي ولوبي داخل الليكود لمواجهة نتنياهو، وهذا من الممكن أن يؤدي في لحظة ما إلى تفجير أزمة، أن يختلق نتنياهو أزمة قوية لتفجير الحكومة والذهاب باتجاه انتخابات رابعة. وخاصة أنه قرار محكمة العدل العليا الأخير قبل أسبوع الذي أجاز لرئيس الحكومة نتنياهو أن يشكل حكومة، أعتقد أنه أعطى نتنياهو المزيد من الوقت والقوة من أجل التفكير بتبكير الانتخابات القادمة. أشكر جزيل شكر عادل شديد، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا عبر سكايب من الخليل.